ميناسان كونيتشوا. إذا يكو يا جماعة عاملين إيه؟ إحنا مبسوطين جداً عشان بنشوفكم في الحلقة التانية من سلسلة جرب الطعم الياباني. إزيكو يا جماعة عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة الأولى وأنا بجد مبسوط إن في ناس قابلت تطبخ تورينو كاراجي. إحنا شفنا كل الصور اللي أنتوا نزلتوها وحقيقي الصور كلها شكلها لذيذ جداً. واحنا كمان حابين نشكركم ان انتوا شاركتونا افكاركم لما جاوبتونا على الاستبيان بتاع الحلقه الاولى. ودلوقتي انا متحمسه جدا ان انا اعرف يا ترى ايه هي الاكله اللي هتعلمها لنا النهارده يا شيف. النهارده هنطبخ سوا اكله من الاكلات اليابانيه وان طعمها لذيذ جدا وهي اوكونومياكي. اوكونومياكي؟ انا مش قادره اوصف لك قد ايه يا شيف انا مبسوطه جدا. انا قعدت سنه في اليابان باكل اوكونومياكي كتير جدا، اصلا دي اكتر اكله انا بحبها. بعدين بقى انا جربت اكل اوكونومياكي في كل مكان انا روحته في اليابان، بس بصراحه احلى اوكونومياكي اكلته في حياتي كان في اوساكا المكان اللي انا كنت عايشه فيه. ايوه اوكونومياكي مشهور جدا في منطقه كانساي واني اوساكا موجوده فيها. واوكونومياكي هي نسخه يابانيه من بيتزا او بانكيكس ومشهوره جدا كسناكس او وجبة خفيفة في أوساكا وهيروشيما. بس النهارده هنتعلم ازاي نطبخ اوكونومياكي بس على طريقة أوساكا. أنا آخر مرة أكلت اوكونومياكي كانت من 3 سنين، عشان كده أنا مش قادرة أستنى إن أنا يعني أروح أشوف كده المكونات وأعرف ازاي بنطبخها. أوكي يلا بينا نروح نشوف المكونات. يلا بينا يا شيف. المكونات هتكون 200 جرام كروم وبيضة و 50 جرام دي و 100 ميلي مايا و 130 جرام سي فود اللي بيحبوا زي مثلا جمبري و سبيت و سمك فيلي و اوكونومياكي صوص. برضو حاجة حلوة جدا ان كل المكونات دي نقدر نلاقيها بكل سهولة في اي سوبر ماركت موجود في مصر، حتى الاوكونومياكي صوص نقدر نلاقيه في السوبر ماركت الكبيرة اللي موجودة في مصر. ايوه فعلا الاوكونومياكي صوص هيدي الاكله طعم مميز بس مش حاجه الاساسيه، يعني انت تقدر تحط مكانه صوص مثلا زي باربيكيو صوص او مايونيز مع كيتشاب. المكونات دي عشان فرد واحد. انا جربت الاوكونومياكي بالسي فود وبحبه، بس برضو جربت انواع تانية من الاوكونومياكي زي الاوكونومياكي باللحمه والاوكونومياكي بالنودلز. فاحنا يا شيف نقدر يعني نغير السي فود عشان لو مش بنحبه ونحط حاجه تانية مكانه؟ ايوه فعلا نقدر نعمل كده. الاوكونومياكي كلمه بالياباني معناها ان احنا نقدر نحط الحاجات اللي احنا بنحبها مع بعض عشان خاطر نقليها. فالكلمه متكونه من جزئين، الجزء الاول اوكونومي معناه اختيار او تفضيل، والجزء الثاني ياكي. ياكي يعني قلي او شوي، وبكده زي ما المعنى بيقول بالظبط اوكونومياكي يعني بقلي الحاجات اللي انا بحبها مع بعض. معلومة حلوة أوي يا ميرنا. أوكي دلوقتي يلا نبدأ نطبخ أكلنا. يلا بينا يا شيف. أول حاجة هنقطع الكروم لشرايح رفيعة، وبعد كده هنحط الكروم وبيضة ودقيق ومايا في بولا ونخلطهم كويس جدا، وبعد كده هنسخن طاسة على النار ونحط شوية زيت وبعدين هنحط سي فود بتاعنا. هنحط خليط الكروم اللي احنا عملنا وهنستخدم مالا عشان نعمل على شكل دايرة. هنسخن الطاسة على درجة حرارة كام يا شيف؟ يعني مثلا درجة حرارة فوق المتوسط، ونغطي الطاسة لحد لما لونها يبقى ذهبي، وبعدين نقلبها على وش تاني. وهنسيبها قد ايه على النار يا شيف؟ حوالي 3 دقائق على درجة حرارة متوسطة. آخر حاجة هنحطها في طبق ونزود صوص اللي احنا بنحبه، وده بيكون شكلها في الآخر. ريحتها حلوة قوي 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 يا شيف. اوكونومياكي في اليابان بنحط له حاجات دي كمان بس مش موجودة في مصر. في نوعين من المطاعم اللي بتقدم الاوكونومياكي في اليابان،
النوع الاول انك تقدر تعمل الاوكونومياكي لنفسك على الترابيزه اللي انت قاعد فيها، والنوع الثاني هو ان الشيف بيطبخها ويقدمها لك وبتقدر تاكلها. على فكره يا شيف، انا يعني مره جربت كده ان انا اعمل اوكونومياكي لنفسي وانا في اليابان في اوساكا بجد، وكان ايه احساسك؟ تحفه، يعني فكره ان انا قاعده مع اصحابي وفي نفس الوقت بحط كده المكونات اللي انا بحبها على بعض كده، كان احساس جامد قوي بصراحه. حلو قوي. وهنا عندنا طاسه خاصه للاوكونومياكي في اليابان، وساعات بنعمل حفله اوكونومياكي في البيت مع اهلنا واصحابنا. ودلوقتي غندبي يعملنا اوكونومياكي وريني رايك. دي اللحظه اللي انا مستنيها من اول ما بدانا يا شيف، من اول ما بدات تطبخ بصراحه، يعني هجرب. ناتسكاشي فظيعه يا شيف، فظيعه بجد، تسلم ايدك. يعني انا بجد كان وحشني الاوكونومياكي جدا، ميرسي يا شيف. عفوا يا ميلنا. ايه رايكم يا جماعه في الاكله اللي عملناها النهارده؟ باين قوي ان انا بحبها صح؟ لو انت كمان جربت الاكله دي وطبختها، يا ريت تصور لنا فيديو او صوره وتنزلها هنا في الكومنتس وعلى الفيسبوك والانستجرام، وما تنساش تكتب الهاشتاج بتاعنا جرب الطعم الياباني. شكرا عشان جاوبتوا على الاستبيان بتاع الحلقه الاولى. لما بتجاوبوا على الاستبيان بتساعدونا ان احنا نعرف اكتر عن رايكم. هنكون كمان مبسوطين جدا لو جاوبتوا على الاستبيان ده كمان، اللينك بتاعه هيظهر على الشاشه، وهنختار حد من اللي جاوب على الاستبيان علشان ياخد هديه لطيفه. استنونا الحلقه اللي جايه وهنعمل سوا اكله يابانيه ثانيه، وبرضه هيكون طعمها لذيذ جدا. مع السلامه.